عسلام. سلام. لباس؟ الحمد لله. قدم لي روح. انا مالك شويره لص لص يا عيني. باهي برشا باش يبهتوا باش يقولوا كيفاش خديت طفل صغير. هو راك ماكش صغير، انت عمرك 18 سنه. اش تعمل في حياتك؟ انا والله كنت نقرا بريفي، اما كي شديت صلاحيه ما عادش. علاش شديت صلاحيه؟ على خاطر ناطر. انت نطار؟ جاتني ظروف تلزيت. انت بيبليسيتي نتاع حليب، انت واخر شويه لتالي. كيفاش انت نطار؟ ظروف طاحت بيا الدنيا، ما لقيت حد. انت مستحيل تكون نطار. اي خدمه خاطر ندخل لها ما تشدنيش جامعه نخرج. خدمه كيفاش؟ شنو خدمت؟ شنو خدمت قبل؟ خدمت في ميكانسيان في باب سعدون، انا وطفل هز 100,000 وحلت فيا انا خاطر جديد، فهمتني؟ ولد فيا انا اضطرت روحت للدار كلي التريحه مع عند بابا، بعد لزيت خرجت نطرت. انت وين تسكن؟ ببحر. ولد العاصمه؟ ولد العاصمه. كيفاش تمطر؟ سهله، تنطر تليفون وتحط على ساقيك. كما انا ما نجمتش في محمد الخامس خاطر كاي السويل خلطوا راي الناقة. شنو هو؟ نطرت الطفله تليفونها من الكهرباء. ما غضتكش؟ غذتني صحيح. احكي لي. جاي قدامي نطار، جابك ربي وانت قاعد تنطر. لا قلب لا مراره. قولي الحقيقه، تندم ولا فما حاجه تخليك لا قلب لا حد شيء؟ شنو هما؟ الشيخه. خلي قمروك الشيخه. الشيخه الشيخه تخليك ما تعد. مخدرات زايده لطفل صغرون هكا كيفك انت نظيف محليك؟ ولد ببحر خاطر هذيا البلاصه ما تعطيك كان الشيخ، مستحيل تلقى واحد يبدا ينصحك. في بالك في الاوف قاعد تحكي لي مانيش مصدقتك؟ والله بلي تفضلك عليا. ما فماش خاطر حتى عابد لهنا ينصحك يقول لك هذيك خايبه هذيك باهي، ديما جرب. ما يلزمش نجربوا حاجات خايبه. ما هو فما خاطر بلي تلزك كان جي الرئيس معناها باهي، راهو انت ما تعملش هكاكا. كل واحد تونسي يعطيه كل يوم 150 وفريجدير عبيالو في الدار ويفي ما يخرج لكش. انت مازلت صغير نورمال مورك تكم في قرايتك، فهمت؟ اما ظروف. احكي لي على الحكايه اللي عملتها في محمد الخامس. وانت ماشي؟ مشي. ما تحتك حتى فرنك؟ ما تحتي حتى فرنك. خسرت للطفل عندها قطعه باهيه. شنو القطعه؟ ام فينيكس هوديس. انطرت هولا مع كشات الفرق ويا هبط عاون من نقا يجري ورايا ويحكي فيش يسفر دواق على دركي فيها ندور نقا نقا قدامي وخفت ما نجمش خاطر باش نكمل نجري باش يطرش قلبي ويضربني خاطر في وجهي نجري مع جيبش نجري بجنب النقا ونكمل هكاها وقفت لهم تعديت بشعري مشيت للمروج. شنو في المروج؟ مع عاون في المروج مربي. شنو اللي خليك تكون عنيف هك؟ البلاد. البلاد من الرئيس ماهوش من انا هنا خاطر. وزي ظروف. ظروفكم كيفاش في الدار؟ ظروف مرة باهية مرة خايبة. كل يوم وكيفاه. داركم شنو هي موقفهم من الحكاية؟ كي سمعوا بيك انت نطرت التليفون، هذيا أول مرة تعملها ولا؟ أول مرة وشديت. أول مرة تشديت عليها. هذه شعفة وتوبة هذي. شعفة وتوبة. زعما؟ والله. حلفت خاطر برحمة أختي، خاطر كان ما نحلفش برحمة أختي نكمل. توبت. إيش صار في الإصلاحية؟ في الإصلاحية تدخل دوب ما دخلت الساعة بداو يتلكشوا. تعاركت أنا وطفل. هبطونا زوز لجيور كلينا الضرب من بعد رجعنا. على باك ودخان قال لي دور فرق على الرجال، قلت له عليها عشان انا مسك كي طايح. انا انت عندك داركم يجيبوا لك دخان وكل، انا ما يجيبوليش، فهمتني؟ كهو تعرف تتكيف صغير خاطر الوضع ما يخليكش معناها مكلمي رايس تتلز باش تعمل حاجه. نجمش خاطر تقعد بالرسمي رايس. شوف في العينين خضر والبيضيه والكاسكيت روز محليك ما تهونش مظاهر الكل. أكيد قالوها لك قبل. قالوها لي برشا عباد، قالوها لي ما تبانش أصلا. في الإصلاحية سمعتها الحكاية هذي؟ في الإصلاحية حبوا يتزنوا علي، أما آه. كيفاش؟ أنا راقد، جا واحد أكبر مني في العمر. قداش عمر؟ أكبر منك في الإصلاحية؟ أكبر مني بثلاثة شهور أربع شهور. باهي، أنت غلقتهم 18.
خلقتهم صاي. كيفاش عمل؟ حابة كي بدي حشك سماني يجبد في الواد كها ويخي. أنا قمت ضربت طول بالكرسي. فقت بالحكاية ماكش صغير بالحكاية خاطر معناها راني مخي متاع تحسه متاع تبين تقول هذي صغير ما يفهم شيء. من مخي في برشا حاجات من داخل. وصلت الحكاية للمسؤولين؟ لا ما نوصلش أنا خاطر عمري راني إذا برشا حكايات صاروا لي ونتفك التليفون وكل ما نشكيش خاطر ديما الرشا بيداي عمري خاطر لبش نعلم على الحاكم. الحاكم ما يمشي لك كان بالرشوة. ما عندكش رشوة وقعد هكاك. شنو حاجات أخرى الخايبة اللي شفتها في الإصلاحية اللي خليتك مستحيل تعاود العملة اللي عملت؟ برشا تعذيب على الأخ وتهنتيل وسبيان. الحبس اون جينيرال. كنتش تفرقع في الحبس ما جاني صراحة. خرجت عادي شهر و21 يوم. جاني صراحة. روحت. كهو. روحت اهبط فرحوا بيا الحق ولاد حومتي. تعرفوا مش قالوا لك؟ امي سام في بلاش بيب شرحنا نعادي نهار 21 يوم في بلا شهرين. امي سام فرحت. بابا روحت نزل علي. شنو تعلمت؟ تعلمت برشا حاجات. غاديك ما هما في بالهم يصلحوا فينا ما هم مش يصلحوا خاطر ريت تدخل مثلا حتى على زطله تزيد تهبط تولي تحب على الكوكا تروح تحب على الكوكا تزيدك خاطر غاديك ما ينقصوش يزيدوا يعليو. كيفاش هو في الاصلاحيه ما فماش حاجات؟ فما حاجات يحكيو خاطر غاديك فما اللي محكوم مثلا 36 على روح. فما اللي قص خمس عابد على خاطر طفله. طفل مسح على شعر الطفله قص له يديه. برشا حاجات. اكيد نتصورك ما عادش باش تعاود. لا ما عادش خاطر شاف هذيك وطوبه. خاطر بالرسمي غاديك كي شفت حتى عباد بالرسمي سخفوني دارهم ما يجيوهوش. يتيح داركم جاوك؟ انا تجيني كان امي. اكيد الام ديما مسكينه وتعذبوا. باش تنصح اللي في عمرك وقاعدين يعملوا في العمله اللي عملتها انت؟ باهي ننصحك سايب علي خاطر الذيق راهو خايب على الاخر. وباش تعملها باش تتشد راك باش تزيد تقدم القدام ماكش باش ترخى خاطر باش تمشي غاديك باش تزيد تتعلم اكثر واكثرين. فهمت؟ هكا ان شاء الله اللي جاي خير. آمين إن شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب. يرحم والديك.